الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في رحلة حياة يعقوب ورحلتنا معاه بنيجي لمرحلة دقيقة جدا في حياته، هربان من خاله لابان، زي ما شفنا ازاي كان خاله اخد رجالته ورايح يتعقبه وربنا ظهر للابان وحذره وقال له اياك تمس يعقوب، وبعدين رجع لارض ابيه اسحاق واخوه مستنيه هناك اللي كان عايز يقتله، يعني هربان من خاله اللي كان جاي وراه عشان ينتقم منه، ورايح يلتقي باخيه عيسو جبار البأس الوحشي، كان انسانا وحشيا، يعني كان قصدي متخصص في الصيد البري. فالوضع كان صعب جدا بالنسبة ليعقوب، معاه 11 ولد وبنت، ومراته رحيل حامل في ابنه بنيامين، يعني يعتبر معاه 12 ولد بس واحد فيهم لسه ما اتولدش يعني، بس برضو الحامل دي همها تقيل يعني اتقل من اللي ولدت، ومعاه الغنم بتاعته اللي طلع بيها بعد 20 سنة متشرد في ما بين النهرين. فالوضع بتاعه كان صعب جدا، وما كانش عارف يلاقيها منين ولا منين. كان يعقوب إنسان غريب، أعزل، مسكين، ليس له قدرة على حماية نفسه، لكنه متكل على الله الذي وعده أن يكون معه ويحفظه. هنشوف بقى كيف التقى يعقوب مع الله في وسط الضيقة. في سفر أشعياء الإصحاح 63 الآية 9 بيقول في عن ربنا: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، بمحبته ورأفته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل الأيام القديمة. الكتاب المقدس بيسجل القصص دي، قصص واقعية حصلت مع أبائنا القديسين زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم. هو بيسجلها الكتاب المقدس لأن احنا المفروض نعيش نفس الخبرة في حياتنا. لذلك معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس بيقول: الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. كورنثوس الأولى 10:13. قدس البابا شنودة الثالث ربنا ينيح نفسه الطاهرة بيقول: أولاد الله كلما يدخلون التجارب يختبرون الله ويتذوقون حلاوته ويرون الله في الأحداث وفي الشدة. أولاد الله كلما يدخلون التجارب يختبرون الله ويتذوقون حلاوته ويرون الله في الأحداث وفي الشدة. والسيد المسيح نفسه قال: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. يوحنا 16:33. المقدمة دي أنا بقولها لأن احنا داخلين في مرحلة حساسة جدا من حياة يعقوب. هنشوف صلواته كان وضعها ايه ودورها ايه، وهنشوف الوضع الحرج جدا اللي كان فيه وازاي قدر ان هو يمر بمعونة ربنا، وازاي بالتقى بالله وجها لوجه في وسط الضيقة. استمر يعقوب في المسيرة في الإصحاح 32 من سفر التكوين بيقول: وأما يعقوب، من أول الإصحاح يعني، فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله. العشرة مع الملائكة
شيء جميل، لأنه احنا بنقول السلام للكنيسة بيت الملائكة، ولما بنعمل التسبيحة بنقول يا ملاك هذا اليوم الطائر بهذه التسبيحة إلى العلو اذكرنا أمام الله. والإنسان اللي بيصلي في مزامير صلوات الأجبية والمزامير بيبقى صديق للملائكة. وفي بعض الآباء كان يقولوا إن صلاة نص الليل ليها ملاك معونة خاص، صلاة نص الليل في الأجبية. فشيء جميل إن هو في رحلته دي مكتوب كده، وأما يعقوب فمضى في طريقه ولقاه ملائكة الله، وقال يعقوب إذ رآهم هذا جيش الله. يا ترى شاف إيه وعددهم إيه؟ لكن بلا شك كان منظر رائع جدا، ان هو ماشي غريب مسكين ما معهوش لا جيش ولا سلاح ولا اي حاجه، ففوجئ ان معاه جيش من الملائكه، هذا جيش الله. فدعا اسم ذلك المكان محنايم، وارسل يعقوب رسلا قدامه الى عيسو اخيه الى ارض سعير بلاد ادوم. هو كان يعقوب ساكن جنب المنطقة اللي هو المفروض هيسكن فيها، مش في نفس المنطقة، بس هو مش هيستنى لما عيسو يجي يهجم عليه ويخلص طاره منه عشان خد البركة. فبعت لأخوه قبل ما يوصل، يعني بيسبق، وأمرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عيسو، هكذا قال عبدك يعقوب. شوف الاتضاع ده، هو اللي اخذ البركه من اسحاق، والمفروض انه يخضع له اخوته بقى لانه هو اخذ البكوريه، لكن قال سيدي عيسو هكذا قال عبدك يعقوب. مش معنى ان الانسان ياخد بركه انه يتعلل على الاخرين. تغربت عند لبان ولبست الى الان، وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد واماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. هو عيسو قعد يعيط يوم ما خد يعقوب البركة، عشان أخد بركة مكتوب في نصها أو اتقال في نصها إنه هيكون له خيرات كثيرة ودسم الأرض وندى السماء وكده. فهو قعد يعيط وقال له ألك بركة واحدة يا أبي؟ فقال له أخوك اللي خد البركة نعم ويكون مباركة. فهو همه على الأرضيات، هو مش بيدور على أنه يبقى المسيح يجي من نسله. فقبل ما هو يفتح موضوع البركات الأرضية، يعقوب راح هو نفسه فتح الموضوع وقال له قد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء، وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. يعني الشفافية أحسن من اللف والدوران. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلين أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك، و400 رجل معه. 400 رجل أشداء. يبقى راح الرجل خلاص، يعقوب راح. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر، يعمل ايه المسكين ده؟ فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال الى جيشين، فرقتين يعني، مش جيش يعني جيش حرب. وقال ان جاء عيسو الى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجين، المجموعه دي والمجموعه دي. هو خلى رحيل في الجيش الثاني على فكره. وقال يعقوب يا اله ابي ابراهيم واله ابي اسحاق، الرب الذي قال لي ارجع الى ارضك والى عشيرتك فاحسن اليك، صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك، فإني بعصاي عبرت هذا الأردن والآن قد صرت جيشين، فرقتين يعني، نجني من يد أخي من يد عيسو لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين، وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. ملقاش حاجة يعملها إلا إنه يصلي، وابتدى يصرخ بقى من الأعماق، صرخت إليك يا رب.
يا رب استمع صوتي. زي ما قدس البابا شنودة الثالث ربنا يناح نفسه كان يقول الصلاة لازم تكون بعاطفة بفهم بإيمان من الأعماق بمشاعر بصراخ. وكان يقول كده زي الشاعر اللي بيقول صوتي علي مثل صرخة غريق بيصرخ 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 بكل قواه للحياة. واحد غريق بيغرق ده لما بيصرخ هيقول الحقوني؟ مش معقول طبعا ولا حد هيسمعه. فبيصرخ بيصرخ 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 بكل قواه للحياة. الصرخة بتاعته هي هتفرق ما بين الحياة والموت. ولذلك برضو قداسة البابا شنودة الثالث بيتكلم عن الصلاة وبيقول صلاتك قد سمعها الله، هي في فكره وفي قلبه وفي إرادته أيضا. اتركها إذن، اتركها يعني اتركها عند ربنا، مش اتركها يعني اترك الصلاة وما تصليش. اتركها إذن ولا تقلق على استجابتها، يكفيك أنها دخلت إلى حضرة الله، يكفيك أن الله قد سمعها. ما دام الرب قد سمع الصلاة اطمئن. إذن الوضع الآن خالص، الوضع الآن خالص، فملقاش حاجة هيعمل ايه؟ يعقوب الراجل جاي ب400 رجل مسلحين كلهم راكبين حصنة، وده جاي على البغال والحمير وغنم وبتاع، يعني ما فيش في 10 دقايق هيكون مشطب عليه وياخد الغنائم بتاعته كلها. فقال في الأول يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق. بيفكر ربنا العهود اللي بينه وبين الآباء القديسين. الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك. أنت رب اللي قلت لي ارجع، طب أنا أعمل إيه؟ صغير أنا عن جميع ألطافك، أنا ما استحقش كل ده وكل اللطف وكل المواعيد اللي أنت اديتهاني، وأنا إنسان بعترف إن أنا ليا ضعفاتي وليا أخطائي. بروح الاتضاع مش بروح التذمر. نجني من يد أخي، من يد أخي، من يد عيسو، لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين. أنت يا رب اديت مواعيد، أنت قد قلت إني أحسن إليك واجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثره. نسل ايه بقى؟ ما احنا هنذبح كلنا. يبقى لازم يا رب تعمل حاجه. وهنا عنصر الايمان بقى، ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. وزي ما السيد المسيح قال كل شيء مستطاع للمؤمن، كل ما تطلبونه في الصلاه فامنوا ان تنالوه فيكون لكم. ولما قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا، ثقوا يعني آمنوا، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى، زي ما قال بولس الرسول في رسالته العبرانية الإصحاح 11، الإيمان هو الثقة بما يرجى. فبيقول ثقوا أنا قد غلبت العالم. طب يعني لازم يخش في حرب مع عيسو؟ أبدا، ربنا يقدر يحل المشكلة زي ما حلها مع لبان من غير خبط ولا رزع ولا حرب ولا اي حاجه. كون انه ظهر للبان وقال له اياك تمس يعقوب، خلاص انتهت المشكله. فهو متشعلق في ربنا وعمال يقول له لا انت وعدت وانا ماليش ملجا غيرك، ضاع المهرب مني وليس من يسال عن نفسي. فصرخت اليك يا رب وقلت انت هو حظي ورجائي في ارض الاحياء. ده مزمور، مزمور بصوت إلى الرب صرخت. ده قاله داود لما كان شاول داخل المغارة اللي هو مستخبي فيها، قال خلاص لا في شباك ولا باب وأنا ضعت كده، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي.
أتاري شاول دخل وراح نايم في المغارة، ورجال داود قالوا له هو وقع في ايدك خلص عليه، قال لهم حاشا لي من قبل الرب ان يمد يدي الى مسيح الرب. بس نجي المأزق ده اختبار رائع جدا ودرس رائع لكل انسان يقع في ضيقة زي كده. ملهاش حل، ملهاش حل، ملهاش حل الا عند ربنا بس. ولذلك بيقول بولس الرسول في رسالته العبرانيين عن ابطال الايمان: بالايمان قهروا ممالك، سدوا افواه اسود، تقووا من ضعف، سدوا افواه اسود زي دانيال في جب الاسود. دي تتحل ازاي؟ تتحل ازاي واحد في جب اسود، اسود جعانه؟ ملاك الرب، الرب ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. دي كلها كتبت لأجل تعلمنا. وبات هناك تلك الليلة، من أول آية 13، وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه. في الإنسان إلى جوار الصلاة له دور إنه يستخدم الحكمة في تصرفاته، له دور إنه يعمل حاجة، بس مش هيعمل اللي فوق استطاعته، بس هيعمل اللي يقدر عليه والباقي على ربنا. 200 عنز وعشرين تيس، 200 معزة أنثى وعشرين معزة ذكر تيس. ليه؟ لأن الذكورة بتتذبح والإناث بترضع وتولد، فما بيذبحوش الإناث. 200 معزة وعشرين ذكر كفاية. 200 نعجة وعشرين كبش، 200 أنثى وعشرين ذكر. 30 ناقة مردعة وأولادها، 40 بقرة وعشرة ثيران، يعني تور على كل 4 بقرات، وكبش على كل 10 نعجات، وتيس على كل 10 معزات. 20 أتانا وعشرة حمير. الأتان اللي هي الحمار الأنثى، والجحش ابن أتان اللي هو ال الحمار. ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة، قسمهم مجموعات، يعني الجمال لوحديها والمعز لوحديها والخرفان لوحديها وهكذا. وقال لعبيده: اجتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. الحكمة في التصرف. وأمر الأول قائلا: إذا صدفك عيسو أخي وسأل قائلا: لمن أنت وإلى أين تذهب؟ ولمن هذا الذي قدامك تقول لعبدك يعقوب؟ هو هدية مرسلة لسيدي عيسو، وها هو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان قائلا: بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدونه وتقولون هو ذا عبدك يعقوب أيضا وراءنا، لأنه قال: أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي، وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجهي. فاجتازت الهدية قدامه، أما هو فبات تلك الليلة في المحل. عيسو همه على الأمور الجسدية، فيعقوب قال: أنا ضحي بالبركات الأرضية ودور على البركات السماوية. أدي منهج أولاد الله، أدي منهج القديسين. بولس الرسول يقول: كل ما كان لي ربحا حسبته نفاية لأربح المسيح، وقد خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة ربنا يسوع المسيح. وبولس بطرس الرسول قال للسيد المسيح: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. قال له: ليس أحد ترك من أجلي إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا الزمان وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية مع اضطهادات. اللي عايز يمشي ورا ربنا ما تهموش الأرضيات. عشان كده يعقوب قال هو عيسو زعلان على البكورية في إيه؟ ده قال: ها أنا أموت، لماذا لي بكورية؟ واحتقر عيسو البكورية. هو زعلان على البقر والحمير والمعيز والخرفان، أبعت له الحاجات اللي بيحبها. ما يهمش أنا الحاجات دي كلها، ربنا يعوضنا عنها، أو حتى لو ما فيش ما يهمش، إن كان لنا قوت وكسوة فنكتفي بهم. لكن المهم الوعد بالخلاص، البركة
البكورية إن هو جد السيد المسيح. وفعلا الهدايا راحت، فاجتازت الهدايا قدامه، وأما هو فبات في تلك الليلة في المحل. ثم قام في تلك الليلة، بيت مش ما عند انت نام، لا بيت يعني كان موجود يعني. ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده 11 وعبر مخاضة يبوق. ايه المخاضة؟ النهر الأردن في حتت بيبقى المجرى بتاعه واسع قوي، فالعمق المية يبقى قليل لأن المساحة بتاعت المقطع المية ثابتة، ولما المجرى النهر يبقى ضيق يبقى العمق بتاعه كبير. فلما بتبقى المساحة الضفتين بتوع النهر بعاد عن بعض بيبقى عمق المية بسيط يوصل لوسط البني آدم فيقدر يعدي، اسمها مخاضة، اسمها مخاضة يبوق. جايين من الشمال من ناحية العراق فوق وسوريا كده. وأخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له، فبقي يعقوب وحده وصرعه إنسان حتى طلوع الفجر. هنا بقى هو عبر المخاضة مع كل يعني امرأتيه وجاريتيه وأولاده وكله والعبيد اللي معاه والخدام، وبعدين عبرهم الوادي، أجازهم الوادي، وهو استنى لوحده ما اجتس الوادي، وقضى الليلة دي لوحده عشان يصلي يصلي ويخش في الصراع مع ربنا. وابتدى بقى يخش في مرحلة زي ما قال القديس الأنبا بولس السايح، قال الذي يهرب من الضيقة يهرب من الله. هو ما هربش من الضيقة، هو دخل في الضيقة لأن ربنا قال له ارجع، فرجع ومعاه الإيمان وابتدى يحاول انه يفكر ربنا بمواعيده. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان السيد المسيح شخصيا ظهر له في تلك الليلة، ده لقاؤه مع المسيح، لقاء رائع جدا يحمل الكثير من المعاني الروحية والنبوية، نتكلم عنها في الحلقة القادمة إذا شاء الرب، وعشنا وليلها المجد دائما أبدا.